بنروح لعند الشيف شادي طبعا ونشوف اخر التحضيرات ورشه ملح. طلعتي انت؟ ليه طلعوكي انت قبلك ليه؟ اوكي. احبائي صباح الخير واهلا وسهلا فيكم من جديد معنا عشة اي حلوين. انا وانت حطبق غلبت بالاسامي عم تفهم علي الموضوع كيف؟ طيب ممكن كتار هلا من المشاهدين انضموا لنا هلا معنا دقيقتين بسرعه بدنا نقول للمشاهدين شو عنا على النار، يعني شو عملنا لحد هلا. بتبلشي انت؟ من هون بنبلش؟ يلا بلشي من هون اعملي معرف. واحد هون عم نغلي القمر الدين منشان نعمل الشرب. قديه حطينا قمر الدين؟ ثلاث شرحات. معك قديش من المي؟ ست كبايات. ست كبايات من المي، وشو حطينا بقلبهم بعد؟ سكر. برافو عليكي، نص كوب من السكر، كان صار عندنا مي وسكر وشرائح قمر الدين. هون شو عندنا؟ هون عم نعمل دجاج، عم نسلق الدجاجة عشان فتة الدجاج. فتة الدجاج، بيرفكت. هون شو عندنا؟ هون العدس عشان حرق اصبع، عم نسلق العدسات. اوكي، في شغله يمكن انا ما قلت لك اياها هون كثير اساسيه، انه بس نسلق العدس بنحطه بالمي المسقعه وبنسلقه، يعني ما حدا يكب العدس فوق المي اللي عم تغلي لانه بيقشر معنا بطريقه قاعده عم تشيلي قشر عم تشيلي قشر، اوكي؟ وهون صار عندنا جاهز، شو بعد ناقصه؟ انت ما شفتي بس شو ممكن يكون ناقص للحراق اصبعه هون؟ يلا توم حامود. توم حامود كزبرة مثلا اذا بدنا خبز. بلا هون ايه هلا بتشوفيهم. اوكي مهم. هون شو عندنا؟ هون اللحم المسلوقه مع البصل عشان الشاكريه. الشاكريه نحن هون كمان شو عملنا؟ حطينا كمان من الموزات بلشنا نسلقهم، وهلا ضفنا كمان هالبصل الصغير. هن مش صغار صغار بس انه يعني بيطلعوا حلوين بالطريقه. طيب هودي بعدها عم نحضر لهم، وحضرنا بس بهالوقت تفرجي كمان اعزائنا المشاهدين، حضرنا الرز مع الشعيرية اللي كل العالم بيعرفوا يعملوها، كذا العالم بيعرفوا يعملوها، فحضرناها بس تنحطها بعدين حد الشاكرية. صح. دان؟ طيب، شو كنت عم تعملي هونيك عملي معروف هلا؟ هلا عم نساوي عم نحضر اللبن للفتة. لبن للفتة. حسين توم بندقهم. اوكي. بنحط اوكي، بس بدي اياك تدقي لي اياهم بعد شوي صغيرة، اوكي؟ تدقي لهون هيك، وهيدي هي هون المدقة. دقي لي يوم بعد نطفه صغيره، لكن هون حطينا حصين من الثوم عم نحضر صلصه الطحينه او صلصه اللبن لفته الرز والدجاج. يلا اوكي دان. قد ايه بدك يا مدام من اللبن؟ كبايتين لبن. كبايتين لبن، فيكي تاخدي هون اذا بدك تحركي. شو رايك؟ هيدا 2 كوب من اللبن. اوكي. عشان نحضر صلصه. ملعقتين طحينه. ملعقتين طحينه، او شطاره شطاره. هيدي هون ملعقتين طحينه، يلا جو. شاطر. اوكي برافو هون. لكن هاي صار الجاي. فينا نرجع نعيد بسرعه؟ حسين توم مدقوقين. حسين مدقوقين بس مع شو مدقوقين؟ شو حطينا معهم؟ شوية ملح. برافو. اكيد. رجعنا ضفنا عليهم هلا قديش من اللبن؟ كبايتين لبن وملعقتين طحينه. يا سلام، انا هلا من عندي رح اعمل شغله وهي التاليه. تاتاتان كزبره لا بقدونس. يعني هيدي صارت عندنا صلصه اللبن يلي بدنا نسكبها فوق الدجاج وفوق الرز وفوق اللحمه. يا سلام صرنا جاهزين. لكن فيك تحطيها خليها بقلبها ما نحركها بعد شوي، وفيك تحطيها هون اذا بتريدي اعملي معروف. طيب وعملنا كمان بغيابكم شغله كمان حلوه اللي هي بقلب الطنجره هون. شو هي؟ انت عملتيها ما راح اقول، خبيها ذكري. رز مع لحمه مفرومه، قلينا اللحمه المفرومه. نعم. وبس نشفت اللحمه حطينا رز بسمتي كبايه ونص. برافو. لكن نحن هون مشان نسبق الموضوع، مشان نحن ما ننطر المشاهدين بعدين انه عم يحضرونا. شو عملنا؟ مش يستوي الرز بعده ني، بس اكثر شيء اللحمه المفرومه هي الاساس، بتاخذ وقت مشان تنقلها وتنشف من المي. قليناها وسبقنا يعني حوالي 10 دقائق من الوقت، وحطينا الرزات مع اللحمات ناطرين بس المرقه الدجاج مشان نكفيهم. اوكي؟ طيب لكن هون صرنا كذا. وهلا كمان قبل شوي صغيري سالتيني وقلتي لي انا بغسل الرز وبضل بغسل الرز غسل غسل وكب هالمي يا معلمتي، وانا فسرت لك ليش. هلا بعدين انت بدك تفسري لي ليش. اوكي. شو انا فسرت لك؟ انت بتفسري لي. لا بعدين. بعدين. اوكي؟ انا بيكي هون تنحضر العجينه تاع عيون المها. بنحضرها شوي صغيره، ليش؟ لانه عيون المها لازم ترتاح نتفه صغيره. بنحضرها وبعدين بنقول للمشاهدين كيف حضرناها. بنبلش انا وياكي؟ جاهزه؟ يلا. انا عندي هون من الزبده رح نحط حوالي 150 جرام من الزبده الطريه. ليكي شو كيف طريه؟ طريه انه مش سايحه، طريه غير سايحه.
يعني بحرارة الغرفة. برافو عليكي، برافو عليكي. اوكي، لكن هيدي هون عندنا 150 جرام من الزبدة، بنحط عليهم كوب ونص طحين، ملو طحين، لكن كوب ونص ملو طحين. اوكي، طلعوا كيف هون بالطريقة هيك، كوب ونص ملو طحين، وعندي هون كوب من السكر، منيح هيك، باردون ملعقة من السكر. اوكي، لكن كوب ونص ملو طحين مع ملعقة، شو اسمه، من السكر بهالطريقة هيك، وعندي هون ملعقة صغيرة من البيكنج باودر بقلبهم، رشة صغيرة بنروح على الفانيلا، بترجعي تعديهم هلا هون. اوكي، وهون عندنا بيضتين، عاديين الصفار او بياض مع بعضهم، حطيناهم هون هيك. طلع كيف، شو حطينا؟ حطينا زبدة، نعم، 150 جرام، برافو، كبي ونص طحين، كبي ونص طحين، ملعقة سكر، بودرة، ملعقة بيكنج باودر، رشة بيكنج باودر، ملعقة بيكنج باودر، ملعقة صغيرة، صغيرة، اوكي، رشة فانيليا، اوكي، وبيضتين كاملين، برافو. خلينا نحن هلا هون نجي بنعجن نحن هالعجينة كلها سوا، رح تصير عندنا عجينة، هالعجينة هي صارت عجينة عيون المها يلي بدنا نشتغل عليها. في صينية هونيك فوق، فيك تجيبي لي اعملي معروف، لك ولك 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 هونيك، اوكي، برافو. يلا، وهيدي العجينة رح تصير كمان جاهزة عندنا وبنحطها هون. شو عملنا بهيدي الصينية شفتيني؟ حطيت نقطة زيت لتلزق الورقة ما تتحرك. اوكي، يعني عملنا نحن حطينا نقطة زيت هون بالكعب تتلزق حتى ما تطير الورقة. اوكي، وهيدي لشو بدنا نستعملها؟ هلا نحط عليها عيون المها. برافو، قبل ما نحطها بالفرن. شو معنات عيون المها؟ شو معنات عيون؟ شو معنات عيون؟ أداة النظر. ايه، وشو معنات المها؟ البقرة، يعني العيون الكبيرة. برافو عليكي، يعني بدنا نعمل باللغة العربية منيحة. برافو عليك. هلا هون صار عندي نوعا ما، خلوني بس انا هلا هون نجي نحركهم. نحن هلا نجيب ملعقه، اوكي، طلعي كيف هون بهالطريقه هيك، شفتي كيف؟ تعي شوفي بس اعملي معروف كيف، طلعي كيف هون عجينه. اوكي، طلعي كيف هون، وهالطريقه كمان الحلوه، وبنرجع بنحطها وبنرجع بنكفي العجينه. ليش عملت هيك؟ طلعي كيف، مش شايف، لانه الطحين صار من تحت والعجينه من فوق، مجبور انا اجي احركهم تا يرجع يلقط الزبده مع الطحين مع كمان السكر مع كله سوا، بنرجع بننزلها والعجينه رح تصير عندنا. لكن نحن هلا هون هيك بهذه الطريقه هون. اوكي، يا سلام، صارت جاهزه. هلا بنجيب وعاء ومنشوف كيف العجينة، طلعي فيها العجينة شو حلوة هلا هون، طلعي كيف، العجينة. اوكي، طلعي ها، وهيدي هي، شفتي شو حلوة؟ كمان الفانيلا، طلعي كيف هون صار انا عندي العجينة بهالطريقة الحلوة، وبجي انا لهون هيك بنحطها بوعاء بهالطريقة، وطلعوا هون كيف كلها سوا. لكن صار عندنا هلا العجينه جاهزه، بدنا نبلش نشكلها، بس شو بنعمل؟ ما بنشكلهم كلهم، اوكي؟ لهالعيون معها الغزال. اوكي، معي؟ يلا، لهلا رح يصير انه نحن بدنا نجي نعملهم مع بعض، رح نعمل نحن نصهم، رح نخلي شوي صغيره على جنب مشان بس يرجعوا لعنا المشاهدين على الساعة 12:25 نرجع نفرجيهم كيف عملنا على القليلة حبتين، ونفرجيهم الباقيين ونكفي حرق اصبعه. نكفي الفتة الشاكرية، وشو كمان؟ عصير ال وشراب قمر الدين او عصير قمر الدين. نرجع لعند رولا. رولا لعندك. يعطيكم العافية، ثانك يو. بنتوقف مع فاصل الإعلاني ومن بعدها بنكون مع كارلا بخفيف نظيف. معكم عالم الصباح وفقرة ورشة ملح. أحبائي صباح الخير. صباح الخير للكل. بونجور شيف، كيفك؟ بونجور. لأنه للعادي لا بيطلع ورشة ملح وبرجع لعند الشيف شادي، عم رجع لعند بونجور شيف شادي. مش بونجور جمال. ماشي الحال؟ صباحكم بالخير يا رب. اليوم جمال معنا كمان عم نتعرف عليك وتعرفينا انت والشيف شادي من اي جمعيه؟ بعرفكم عن مستشفى دار العجز الاسلاميه. اهلا وسهلا فيك. لكن اليوم عندنا اكلات طيبه وعم تحضروا لنا اياها.
الا وهم فيني احكي؟ اذا عبالك صار دوري؟ اذا بدك اوكي هو ما عبالي كثير بس انا راح احكي يلا احكي يلا لك عم برجع بقول بحيي كمان المشاهدين جميعا واهلا وسهلا فيكم معنا ساعة حلوة انا وياكي وهلا كمان معنا رولا كمان رح تضل معنا هلا 10 دقائق وبعدين رح ترجع معنا 10 دقائق مثل امبارح اوكي نفس الموضوع طيب هلا بس رولا بدنا نرجع نعيد شوي صغيرة شو نعمل قبل لانه في عالم انضموا لنا هلا اوكي انا وياكي بنرجع بنعيد هيك معنا دقيقتين ثلاثه نرجع نعيد شوي صغيره الموضوع كله اوكي هون شو كان عندنا لانه هلا بطل عندنا لانه ديبو كان عندنا سلايسات قمر الدين ضربناهم بالمي كل العالم بيعرفوا قمر الدين نحن جبنا حوالي ثلاث شرائح كبار حطيناهم رولا هون مع ست كبيات من المي المسقعه اوكي او مي سخنين او بنحط مي سخنه بتغلي وبعدين بنضيف عليها ما هيك من شرائح كمان قمر الدين او بنحطهم مع بعضهم مع قد ايه من السكر لنشوف اذا انت فاهمين الموضوع نص كباية سكر صاروا هلا عم يغلوا حوالي الربع ساعة خلص ديبو حلوين نحن هلا مشان لانه نحن ما بنشرب قمر الدين يكون سخن بدنا نبرده بس قبل ما نبرده في شغلة يلا قبل ما نصفي فينا ما نصفي فينا ما نصفي فينا ما نصفي اذا حدا بيحب هالشقف الصغار اذا بقيوا فينا ما نصفي واللي بده يصفي في صفي لانه صفي ساعتها اوكي بس بيطلعوا سويت اكثر لا اذا ما صفينا ولا ما خاص لا ما على خص اذا انت بتطلعي هون قربي رولا شوي اذا بدك طلعي هون قربي كمان مدام جمال طلعي انه ما في عندنا بقى شقف ديبو على الاخر صح بس في ايام هيك مبرغل شوي ايام بيكون عندنا نوع قمر الدين مدخلين له من الطحين او النشا بقلبه بس يصنعوه كرمال يزين اكثر بنلاقيه انه النتيجه ما بتطلع مثل ما النتيجه طالعه هلا شو بحط هلا شوي صغيره من؟ مي ورد مي زهر مي زهر فينا مي ورد فينا مي ورد لانه كمان في مناطق معينه بالدول العربيه بيحبوا مي ورد اكثر من مي الزهر فبيستعملوا مي ورد اوكي نحن اكثر شيء متعودين على مي الزهر فبنحطها نحن بهالطريقه هيك وبننطر حوالي دقيقتين ثلاثة وبنطفي وبرجع بعيد شو عملنا هون كمان بالسنوبر؟ نقعنا السنوبر نقعنا السنوبرات حطيناهم هون مثل تبع الجلاب صح انا بعتقد كل العالم هلا بلبنان والدول العربية عم يشربوا جلاب يعني لا نقعين سنوبر يعني شغلي هلا صح اوكي وقبل وقبل كمان شهر رمضان الكريم السنوبر بيكون مثلا قول ب 30,000 بيصير ب 70,000 ايه فكيف اذا ديجا ب 100,000 طيب اوكي طيب هون شو عندنا؟ هون عندنا العدس المسلوق سلقنا العدس للحراق اصبع حراق اصبع يعني هلا نحن شو بعد عندنا تنظيف بالحراق اصبع مثل ما حكينا قبل بشوي شو عندنا اشياء نختبر رولا شوي صغير ورولا تعرفي شيء انت شو حراق اصبع وشو بنحط فيه مين هيدا ايه يعني سمعه فيه اصلا جاي على بالك تحرق 10 ثواني قربي 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 جاي على بالي كثير لا بس شو عن جد شو الحراق حراق اصبع وهي طبخه بتعقد بتجنن هي عباره عن العدس المسلوق حطينا نحن كوب نحن من العدس سلقناه وهلا بدنا نضيف عليه الاضافات الثانيه هلا بتشوفي والاهم من هيك بيعملوا له عجينه هالعجينه بيجوا بيرقوها مثل الخبز بيلفوها وبيقطعوها للعجينه يعني خليني افرجيكم كمان شغله سريعه انا هون عندي رغيفين من الخبز رح نستعمله لانه طريقه سريعه تتعملي حراق اصبع بتستعملي الخبز أوكي. شو بتعملي بتلف تجي بتلفيها بهالطريقه هيك لا اسم ثاني دخلك أوكي. حراق يمكن حراق ضفره لا ما بعرف عندها اسم ثاني عندها اسم حراق اصبع هي من اي منطقه؟ ما بنعرف ما بعرف شو اصلا مزبوط انه قديمه هي قديمه اوكي هلا نحن هون رح نقطعهم بهالطريقه بعد شوي ونحطهم بقلب كمان العجين قلب هالعدسات مع اكيد عندنا البوسفير العصير اكيد عندنا دبس الرمان عندنا هون نحن من الطحين رح ندوبه شوي صغيره مع المي رح نعملهم كلهم هودي بغيابك حتى انت ما تحفظي الوصفه وبعدين رح نقطعهم نحن هيك نحن للخبزات ونسقطهم بعدين ساعتها شو بيعمل الخبز والطحين يا رولا؟ شو بيعمل؟ انت يلا يلا يا برازيليه يلا يا برازيليه قولي لي جمعة على كل حال بيجمدوا بيجمدوا ان شاء الله يا رب تاكلوا خبز وطحين نهار الجمعة وبنجمد وبتجمدوا يلا اوكي لك نحن هون صرنا هلا بنرجع بنطبق الوصفة ننتقل على هيدي الطنجرة اللي عم تغلي هلا خلينا نشوف كمان وضع شو اسمه اللي شو بدي خبرك طلع كيف هونك البصل لكن كمان عندنا هالبصل مع اللحمه طلع شو كيف سويت اللحمه والبصل مطعمين بعقله طيب كرمال مين لبن امه ولا شاكريه شاكريه ولا لبن امه اوكي وبيقولوا سرعان شو عندها اسم كمان معقوده اوكي معقوله معقوده هي الشاكريه معقوله اوكي طيب لكن احنا هلا عندنا هون صار عندنا الشاكريه بلشنا فيها بس الشاكريه بدها لبن
اوكي اوكي. ليكوا شو عملنا نحن، جبنا اربع اكواب من اللبن حطينا عليهم انا والمدام ملعقتين نشا جمال اوكي طيب ملعقتين من اللبن. لكن انتبه على المشاهدين شو بيقولوا، بيقولوا مش حافظ ومزبوط مش حافظ اسمها يعني مزبوط. اوكي حطيت ملعقتين كبار من النشا مع اربع اكواب من اللبن، حركناهن نشا اكيد كله على البارد. وهلا شو بنعمل؟ هلا بنروح نحن بنحطهم كمان كلهم سوا على النار، وبس يغلوا كلهم سوا على النار بيعقد عندي، بيعقد عندي اللبن وبصير عندي الصلصه يلي انا بدي اضيفها بعدين على اللحمه والبصل او العكس، يعني او هوديك بضيفهم على هول او هول بضيفهم على هوديك او هوديك بحطهم بالصحن وبدلق هيدا اللبن بينضاف على كله 100%. هلا رح نحطهم على النار بعد شوي صغيره، لكن نحن عندنا هون وهيك كمان عندنا شغله وهي ألا بصل مفروم. عنا كزبرة مفرومة أو توم مفروم، لأي وصفة؟ هو لل يلا فتة الدجاج بالرز؟ نو هلا هو للشكرية. ليش عم برجع أعيد الشغلة كذا مرة؟ لأنه ممكن إنسان يضيع قبل ما عم نعمل أكلات، فعم نمشي عليهم بالتدريج حتى ما حدا يضيع. هون بعدين نحن عنا هلا الشكرية 100%. هلا نحن كمان فينا نشتغل فيهم، هلا رح نفرجيهم للمشاهدين المراحل كلها سوا. و قبل ما نفلفل اوكي نفلفل رولا عبيطة نروح على عيون المها. تفضلي يا عيون المها. الله يخليك يا رب. ان شاء الله كل ايامك تكوني غزاله وتنطي، ان شاء الله نهار الجمعه ما حدا يضل غزال، كلهم يصيروا دببة. عرفت كيف دببة هيك حتى يضلوا حيضلوا عالفك دببة. اوكي رح اعمله هلا شوي، بدي اروح انا بيك رولا رح تبقى هون، رح تشوفنا رولا من هون كيف عم نعمل عجينه المها اللي عملناها قبل وكيف طبقناها وكيف صاروا جاهزين ورانا. اوكي بسرعه رح نعمل شغله، ليكي رح هون نحن عملناها قبل هلا عم نرجع نعيدها لربما حدا قبل ما كان معنا صار معنا. لكن عندنا 150 جرام من شو؟ زبدة. برافو طرية. طرية. برافو. شو عندنا هون؟ بيضتين. بيضتين، بيضتين صفار وبياض كاملين. شو عندنا هون؟ كباية ونص طحين. كباية ونص طحين يا شيف شادي، طلعوا اكتبوا قدامكم ورح تكتبوا بعد شوي، اوكي؟ لازم يكون في جرس بالمطبخ. لازم، شوفي ها؟ لازم والا ما بتنجح معنا عيون المها. ملعقة من السكر البودرة. وبنروح. رشة فانيليا. فانيليا. وملعقة بيكنج باودر. كثير طيبة. كتير كتير طيبة. لكن كباية ونص من الطحين، حطينا لهم بيضتين، حطينا لهم 150 جرام من الزبدة. الرشة هون نحن هلا بنحطها من شو؟ من الفانيليا. وبنروح كمان على ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. طلع كيف هون كمان هيدي ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. وبنجي نحن على العجينة شو بنعمل فيها؟ بنعجنها. وهلا ما رح نعجنها هلا بهاللحظة لأنه هلا ما عاد فينا نحكي مع بعض. أوكي. رح نعجنها بس نطلع بريك. شو رأيك بالموضوع؟ ورح نفرجيهم إياها للمشاهدين ورح انتقل أنا وياكي لهون. اوكي قلنا ما رح نعجنها هلا يلا هون محل العجن. طيب اعملي لنا لنشوف وحده اذا بتريدي بدها تكون ايدنا مي شوي بس هيك قولوا لها تعالي تعالي عندي جوي الوشات لا بتشغلي تعالي شرفي تعالي ما رح شغلك بس رح فرجيكي كم شغله تفضل على اساس ان انا اعمل عيون غزال نعم فالمدام شو كان اسمها؟ جمال ايه جمال بتمثل اي جمعيه قلتي لها؟ دار العجزه دار العجزه الاسلامي جيهان هوني وكان اسمها بدار العجزه كمان دار العجزه كان اسمها كمان جيهان هوني كمان جمال 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 ليش معلق لك انا خليك اذا تقولي جيهان اسكت علي اوكي طيب ليكي يا جمال يا جمال الله يرضى عليك قلنا عيون مها نحن هيدا ما قلت موديلين قلنا عيون مها يا في ايوه شباب هي قصدتها هي قصدتها يعني ما خلينا شيء بيركض بالغابه الا ما عملنا له عيون يعني كل شيء على كل حال فهمنا نحن اللعبه هلا هلا اللي بيطلعوا بعدين رح نعمل هيك حبتين ثلاثه اوكي طيب بنرجع لورا بنرجع لورا صارت تحي ورا يا سلام مستويه بتعقد هيدي عيون المها اللي عملت كمان شوي صغيره شفت طلع شكلها مزبوط يا سلام عيون المها شكله مزبوط اللي راح يصير هون انه نحن هون مين عملهم انت ولا جيهان ليكي انا عملت 1 2 هاي هو عم ينقي الحلوين ويقول هو عمل انا عم بعمل انا ليكي شو حلوين بنحطهم وين؟ بالقطرات يا سلام بالقطرات اللي بيعقدوا طلعي شو حلوين بيشربوا عنا القطرات وبيطوشوا بيعقدوا على اساس انه العين شكلها حلو المها
المها هو الغزال، الغزال شكله حلو، عيون الغزال بيقولوا هيدي انت عيونك عيون الغزلانه مع الراس مع الراس. اوكي وهيك شغله انه كمان العين بتدمع، فنحن كمان مدخلين فيها القطر انه العين دائما بتضل مثل كانها مدمعه، مثل كانه فيها مي بقلبها، فهيدي الوصفه طلعت بالطريقه. وحبه كمان الفستق الحلبي بالنص حتى تعطي شكل الببو تبع العين. كبير يا شادي، بس انت عيونه خضر كمان. اي عيونه خضر مثلي انا. لا ليك هيدي عيونها شوي هيك براون. ايه سافا. انا عيوني خضر بس على التلفزيون ببين هيك. بطلعوني عيوني عسليات. اوكي، لكن هلا عيون المها خلصنا من هون، خلصنا خلصنا خلصنا، بدنا نقول شغلي. بدنا نقول على السريع معنا دقيقتين. لا انا معي كثير. انت قولي اللي بدك اياه. انا عندي دقيقتين معك بس. اذا في شيء بينفعني قول لي دقيقتين. اوكي، طيب. اللي بينفعك هلا رح نخبرك عن موضوع الفتة. برافو عليكي، موضوع الفتة. ايه شو عملنا؟ اول شيء سلقنا الفروش. اوكي؟ قبل بتخبرنا هلا بهالدقيقتين قبل ما حضرتك تمشي شو بتشتري لنا؟ شيء اثنين مدري احسن اوكي بتعرف الهام. طيب خبرينا موضوع الرز. تفضلي يا هونيك بليز. لا لا مش موضوع الرز، خبرينا موضوع موضوع إيه؟ موضوع الجيش. موضوع الجيش انا امبارح اصريت وقلحيت واصريت وقلحيت اوكي على موضوع الجيش. تفضلي شو صار معك امبارح؟ شيف اصر وقلح انه الدجاج بينحد غير بمية السخنه. لا قبل ما اصط المية السخنه قبل ما ينغسل انه ما ينغسل. احكي عن موضوع الغسيل، هيداك بننتقل عنده بعد شوي. ما يعني هو بنغسل عاده؟ ايه نحن عاده بنغسل الدجاج وبنحط له اشياء كثير، فالشيف كان انه لا لازم الدجاج دغري ينحط بمية السخنة. اوكي فمين كان عم يسمع الخبرية بالمستشفى؟ مين؟ الانفكشن كنترول، اخصائية مكافحة العدوى. هي مر علي اكيد قصص البكتيريا وال فرجعت دغري على الانترنت، مدام جمانة شتيلة من الحقيقة رجعت على الانترنت عملت دغري رشاش عن الموضوع وقالت فعلا هو في كثير جراثيم بتنتشر من الدجاج. قالت لي اسمها حتى بس انا بنسى الاسم. يعني على كل حال نحن هلا نحن هلا يستحسن تنعتي ما لازم نغسل الجيش. نطلع بريك خلص نطلع بريك يلا نطلع بريك بريك وبيرجعوا بينضموا لكم وانا باخر بريك برجع لكم. كيف احوالك؟ ماشي حالك تمام؟ الحمد لله على اثنين. لك الحمد لله على اثنين، برافو عليكي. اوكي، ليكي هون بدي فرجيكي شغله. شو عملنا قبل؟ او نفرجي المشاهدين لانه عملنا العجينه بكم ثانيه مرقوا، يمكن ثلاث دقائق مرقوا مش كم ثانيه. اعطيني عيوني معروف اللي كنا عم نعمل فيه عيون المها قبل. جاز تنفرجيهم هيك، يا سلام. ويا شادي هون بروم هيك، وفرجي المشاهدين هالعجينه اللي حطينا فيها. انا بقول شغلي وانت بتقولي شغلي. انا بقول 150 جرام من الزبده، انت شو بتقولي؟ بيضتين. انا بقول كبايه ونص ملط طحين، انت شو بتقولي؟ ملعقه سكر ناعم. انا بقول ملعقه صغيره من البيكنج باودر، انت شو بتقولي؟ رشه فانيليا. برافو عليكي، هيدي هي العجينه خلصت كلها سوا. برافو، طلعوها هيدي العجينه هون، رح ننزلها بهالطريقه ونرجع كمان كلها كلها ما تخلي، لانه كل وحده بتعمل عين. صحيح، لازم يكونوا مجوزين. ما حدا بيصيبها بالعين او ليك، ما حدا بيصيبها. يلا جو، طلعي هون كيف، وهودي صاروا عندك، وهيدي كلها كلها بنشيلها بنسكرها هيك يا شيف شادي، وخلصنا عيون المها للمره الثانيه. بس هالمره انت حتساويها وانتقل معك لهون ليطلع شكلهم حلو. يلا رح نجي نعمل هلا من بعد ما يطلعوا هيك، بنخليهم يرتاحوا نحن شوي صغيره حتى ياخذوا على بعضهم شوي ويتجانسوا اكثر. شيء 10 دقائق لانه بيكنج باودر بيعطي مفعوله سريع مش مثل الخميره، بتعرفي هذا الموضوع مش مزبوط. بنحط ايدنا بالمي بهالطريقه، بنمسح ايدينا مزبوط مزبوط اول شيء، وبناخذ ها هيك العجينه وبنجي بنعمل هالكره الصغيره. قديش العين بدك اياها كبيره؟ قد ما بدك. ها نجي نحن بنعملها للعين قد ما بدك تكون كبيره. فينا نعمل كمان هيك العين، طلعي فينا نعمل بهالطريقه هيك العين ونحطها بقلب الصينيه المدهونه كمان من الزبده، طلعي كيف. وبنجي عليها نحن بهالفستق الحلبي الوحده ونغرز بقلبها. تعملي انت وحده بعد اعملي معروف. يلا مي بايدنا ونعمل عيون المها الحلوين، وبناخذ كمان شوي صغيره من العجينه مندح رجل بنعملهم مثل بين بونج وعلى ايدنا هيك. اذا بدنا كمان فينا نعطيهم الشكل كمان الحلو، طلع كمان كيف، ونحطهم اذا بدنا كمان، طلع كيف، فينا نعملهم بهالطريقه. اي بدها شوي تمرين على يلا.
عمليها هيك، مهم انت تصيبي شكل العين. أيوة. وبنجي نحن هون على الفستق الحلبي وبنغرز بقلبها حبه وبتكبريها وبتصغريها قد ما بدك، ساعتها انت حسب ما بدك. مهم رح ارجع عيد بسرعه لك انا احبائي على موضوع العجينه، وبعد شوي اكيد رح تكتبوها. هو كباية ونص من الطحين مع ملعقة واحدة من سكر البودرة، بدنا نحط لهم ملعقة صغيرة من البيكنج باودر ورش صغيرة من الخميرة من الملح، وبنحط لهم بيضتين وبنجي بنخفقهم مع 150 جرام من الزبدة، هيك بصيروا عنا جاهزين حلوين. وبنعمل هالعيون المها اللي عملناهم، وهلا حطينا كمان صينية تانية بالفرن، وبس يطلعوا بالفرن يا مدام جمال مع شو بنحطهم وعلى شو بنحطهم هن سخنين؟ بنغطسهم بالقطر. كيف عملنا القطر اليوم؟ تغسل ايدي انا وطهرهم. كيف عملنا القطر؟ عملنا القطر كبيتين سكر، كبيت مي، رشة حامض. نعم. ومظاهر موارد. طيب على راس وعيني، لكن نحن هون هين كثير القطرات، اوكي؟ لكن هلا بنشيلها ولا بس معروف. بس يخلصوا من الفرن خلص بنعملهم بعدين، لانه عملنا كثير وحكينا كثير على موضوع على كمان المها. خلينا ناخذ نظره على الفرن، اوكي سريعه، نشوف كمان كيف عم ينفشوا عنا كمان هالعيون الحلوين. طلعوا معك اجمل من الاول، ليكي قد طلعوا معك اجمل. حتى من تبعولي. ليكي كمان بس نتمرن عليهم، شفتوا شو حلوين؟ هوليك أيه. مظبوطين هلا بنشوفهم هيك بطريقه كثير حلوه، بدهم اكيد شويه تمرين، انا لازم كمان انا بعمل مره عيون المها بالسنه يعني. اوكي يا دان، هيدا خلصنا منها خير تحنا. ايدك كيف؟ نلبس كفوف مره ثانيه، اعملي معروف تنتقل لوصفه كمان ثانيه، تفضلي. ميرسي. هلا بهالوقت الشيف شادي رح نبلش نحط على النار الرزات يلي بدنا نستعملهم كرمال الفته، واليوم الفته يا مدام جمال على طريقة الشيف شادي. اوكي؟ أيه. يعني قريبة من شيء اسمه رز على الدجاج. بس مش رز على الدجاج. اوكي؟ هلا بتشوف الموضوع كيف. لكن شو عندنا نحن هلا هون؟ حطينا أول شيء نحن هون عملنا اليوم شيء اسمه رز بشعيرية. رز بشعيرية، هيدا لمين؟ للشكرية. اوكي، لكن إذا هي للشكرية، الرز هلا باللحمة بدنا نعمله لمين؟ للفتة. للفتة، لكن نحن هلا نحن عندنا هون الرز باللحمة، وين حطيناه هون؟ وين حطيناه الرز باللحمة؟ وين حطيناه الرز باللحمة؟ وبرعافا، لكن هون نحن بنجيب هلا بنبلش ناخذ نحن عنا ملعقة بنولع تحتهم، بس المشاهدين يشوفوا انه الرز نحن عنا شو؟ بسمتي. وكمان الرز عنا شو؟ بدون غسيل. وعنا الرز شو؟ ني. ني. يعني هلا ممكن يكون مبين لقلون لأن اللحمة. أوكي. شو بنعمل هلا؟ من بعد ما قلينا اللحمة شو عملنا؟ حطينا الرزات قلبناهم شوي وطفينا. برافو. وهيك انتم فيكم تعملوا كمان احبائي وتحطوه على جنب من الظهر كمان لبالليل، ومن كمان الصبح تعملوه لكمان لوقت الافطار، يعني هيك وقت الافطار بيكون اللحمه جاهزه معشقه بالرزات. وهلا بنجي بندور عليها. اوكي. دورنا بهالطريقه، هلا بس حس حالي انه بلشوا يسخنوا من جديد بدي ضيف عليهم، لانه نحن عندنا كوب واحد من الرز استعملنا. مزبوط؟ كم كبايه من المي؟ كبايه ونص. لا كبيتين بدنا نحط لهم، طلعي هون. والميات مش ميات، مرقة الدجاج. مرقة الدجاج طلعوا فيها هلا هون، رح حطها هلا هلا لكم دقيقة هون، طلعوا كيف، وبعدين رح شيلها، ومن بعد ما شيلها رح نحط محلها خلطة اللبن مع الشكرية مع النشا. نشا لبن مع النشا مشان الشكرية. اوكي؟ طيب لكن هون بلش واحد بلش، عملي انت لنشوف بايدك، تفضلي وقولي لي يا شادي زد لي شو؟ زيد زد لي؟ يلا لكن أربع كفاكير مينيموم من مرقة الدجاج اللي استعملناها قبل، هيدا هون كفكير اثنين، وهيدا هون ثلاثة، وهيدا هون أربعة. أوكي، صار عندنا لكن اثنين كوب من الكمين المرقة، حركيهم مظبوط، نزلي كل الحبوب من فوق، لأنه أي حبة بتضل على حواف الطنجرة أو الحلة شو بيصير فيها؟ بتضلها نية. بتضلها نية، مشان هيك نحن اوكي حلوين. ويلا يا شيف شادي نشيل البويون من هون بطريقه كمان كثير حلوه. اوكي، لا هون بدي احط بس شوي صغيره من البويون على العدسات لانه غليوا اكثر من اللازم. وهون حركنا هيك، وليكي هلا هون انا بعد شوي صغيره بدي صفي هون. مزبوط؟ ايه. يلا اوكي صفي. لكن تمنضيع، خلينا نقول في عنا تنربط الشغلات كلها ببعضها. ايه، بنقويلهم شوي صغيره، حطي هيك وسوي هون عنا. لكن صار عنا الرز مع اللحمه، حطينا لهم شيء بهارات؟ لا لا، ولا ملح ولا بهار بعد، بس بالمرقة، كل شيء بالمرقة موجود نزل فيه. برافو عليكي. يعني شو؟ دجا بقلبه بهار وملح.
وقرفه وقرفه وحطينا كل شيء بس بعدين احنا مجبورين ندوق لربما بدها منزد له معي ولا مش معي؟ صحيح. اوكي لكن لهيدي شو بدنا نطبق لها؟ مين رفقات اللي بدهم يكونوا معها بنفس الصحن؟ يلا هيدي الفتة فتة في ايه؟ عنا الدجاج برافو عليك عنا الدجاج المسلوق ومفصفص صح تفضلي لك وين هو قدامك معي ولا مش معي؟ معك يلا وهو شو عنا؟ هون اللبن اللي مسويينه تعي اشرحي لنا حتى ما نضيع يعني نحط غراض الفتة حد بعضها هذا اللبن دقينا حسين توم حطينا كبيتين لبن ملعقتين طحينة وشوية ملح وحركناهم وانا حطيت من عندي شويه بقدونس يعني برجع بعيد اللي انت قلتيه توم مع شويه ملح دقينيهم ضفنا لهم ملعقتين بالطحينه واثنين كوب من اللبن لبن يعني الزبادي يعني الياغورت مع شوي صغيره من البقدونس هودي رح نشبكهم مع هول وهودي مع هول رح نشبكهم مع الرزيت اللي هون أوكي. شو بعد الوجه القلوبات وغير شو بعد يلا الخبز برافو الخبزات يلا خذ الخبزات هون لكم الخبزات محمصين بعقدو برافو عليك خليهم هون هيك وانا فيك تشيل القطر نحطه ورا ما زال شفنا قبل بشوي صغيره من بعد اذنك يعني انا حبيت اعمل هالحركه اللي عملناها هلا حتى كمان ما عاد نضيع لا نحن نضيع ولا مدام جمال تضيع ولا انتم تضيعوا صار كل شيء مع بعضه يعني هيدا مع هيدا مع هيدا مع هيدا وين المكسرات بدها تنقل على الوجه برافو عليكي هون المكسرات طلع كيف رح نجيب نحن مقلي ورح نحطهم بقلبها خلينا نشوفون المشاهدين لوز سنوبر جوز بندق فستق حلبي اللي بدكم اياه ورح حطهم هون على النار بهالطريقه شوي صغيره من الزيت عليهم اكيد معي انت ضايعه شيء لا لا اكيد ما بده ينقلوا كيف بده ينقلوا برافو عم حاول امشي على مهلي بكل وصفه حتى ما نضيع فيها تنفهمها مزبوط لكن برجع بعيد الرزيت هلا على النار هون بطريقه حلوه الدجاج مفصفص ومنقوع بالمي حتى ما يسود يعني حتى ضل لونه اشقر حلو اللبن هون مع الطحينه مع الثوم والملح والبقدونس موجود عندنا الخبز المحمص وعندنا هلا هون صار المكسرات مع شوي صغيره من الماء اوكي ولا أوكي. مش اوكي انتهينا من موضوع الرز اوكي منيحه عشان بدك انتقل هلا وين بدك نروح بدك نروح على دار العجزه ولا بدك تروح والله على... جاي على بالي روح كثير لعندكم وجاي على بالي كمان تخبريني من جديد عن دار العجزه اذا شو عاملين هلا عاملين شيء برمضان اكيد شو بتعملوا برمضان بدار العجزه نحن غير الثلاث وجبات الرئيسيه اللي بتتقدم لكل مريض اللي هي مين بيطبخ لكم مين بيطبخوا في عندنا اكيب بالمطبخ 27 وعم يتابعونا هلا في اخصائيتين تغذيه في مسؤوله مطبخ في شيفيه بالمطبخ طيب تعال نسلم اليوم على الشيف شو اسمه في شيف عبد الله في شيف هيثم في شيف في كذا والله اوكي لكن تحيه للشيفيه الموجودين بدار العجزه الاسلامي هيك كانوا بيكونوا مبسوطين كلهم سوا نعم أكيد. بكره بنحيي اخصائيين تغذيه اوكي شو رايك؟ اوكي طيب لكن هلا هن بيطبخوا كم مره بالنهار؟ بيطبخوا الوجبات الرئيسيه للمرضى اللي ما بتصوم يعني احنا بما في حدا ما في صوم مستشفى 600 مريض امراض عقليه وعصبيه وعجزه ومسنين من ال 600 عندك 70 تقريبا او 80 واحد يلي بيقدروا يصوموا اوكي الباقيين اكيد ما بيصوموا وبدهم يتناولوا كل الوجبات العاديه ترويقه غدا عشاء نعم بلس الوجبات الدعم يلي بيبقى عندهم مثلا باسم الاطفال نحن عندنا قسم اطفال اذا ما حكيتي ما انا بسالك ما بقولي ما قسم اطفال شو معناتها؟ اطفال بدار العجزه يعني اطفال العاجزين يعني السيريبرال بالسي شلل دماغي يعني عندهم اعاقه عقليه بلس اعاقه جسديه طيب. فهول الاولاد يعني هو ما بيمشي معهم ثلاث وجبات هو بدهم بالمينيموم خمس وجبات اكيد بمقادير غذائيه معينه باشراف اخصائيين التغذيه برافو عليكي برافو عليكي فبلس كل هو في عندنا شيء اسمه افطار في شيء اسمه سحور للصايمين لل 70% مريض الصايمين أوكي. هلا هو بيتحضر لهم وجبات عاديه بالمستشفى نعم. بس نحن عندنا بالاضافه لهالشيء عندنا شيء اسمه تلبيه دعوات افطارات يعني الاشخاص كثير من الناس بحبوا متبرعين بحبوا يعزموا ناس عافطار برا باوتيل بمطعم بتاخذوا هالاطفال او لا مش الاطفال بناخذ الصايمين اللي مناح اللي بيقدروا يصوموا اللي بيقدروا يتحركوا يتنقلوا اوكي فبناخذهم بنروح على المطعم بنشكرهم كمان على الهواء لكل هالجمعيات اللي عم تساعد الاشخاص كمان الاشخاص والافراد يعني او المطاعم فبنروح بنلبي دعوه افطار برا وبنرجع بنجي بعد الافطار على المستشفى
طيب اذا واحد بده يروح يزوركم في مفتوحة للزيارات يعني فينا نروح نزور يعني انا اذا بدي اروح زور او اي انسان بده يروح يزور اي انسان بده يزور نعم. لا مش اذن بياخذ موعد مش قد اذن أوكي. يعني هي مفتوحة لكل الناس أوكي. بس اكيد بس بنحب ننسق الوقت بس مشان نحن نكون قادرين نستقبله يكون هو فاضي بيجي بنعرفه على المستشفى بنعمل له جولة يمكن على اقسام المستشفى ليتعرف بدنيا على كل شيء طيب لكم تاخذي لي اعملي معروف موعد نهار الاثنين او الثلاثة الجاي هيك بنكون خلصنا اسبوعنا اوكي بنروح كمان بنشوف لانه الحكي مش مثل الشوف اوكي طيب لكن هون بنرجع بنعيد نحن عندنا ليكي هلا هون رح ارجع ولع انا عن جديد اوكي هالغاز تحت لانه انا طفيته هلا قبل بشوي حتى ما يحترقوا عندنا المكسرات نحن وعم نشتغل وهلا انا ولعت بدهم حوالي دقيقتين ثلاثة بهالدقيقتين ثلاثة بنطلع بريك شوي ونرجع لعنا بنكون خلصنا الموضوع شو رأيك؟ يلا جو بريك رجعنا واهلا وسهلا بالجميع ورمضان كريم للجميع واسمحي لي كمان اكيد من بعد ما حيي كمان او حيينا او بعتنا سلامات لكل الموجودين بدار العجله الاسلاميه كمان بدي حيي كل الجزائريين اوكي الموجودين على كل الاراضي العالم امبارح عن جد كبرنا فيكم يعني امبارح كان مباراة كثير حلوه بالنسبه لكاس العالم لازم نقولها ما فينا نوقف من دون ما نقولها يعطيكم الف عافيه وانتم الربحانين اوكي ليك هون شو عندنا طلع كيف عندنا هون هالمكسرات صاروا جاهزين كمان كرمال الفتي وعندنا كمان هون فتحنا على الرز شوي صغيره تنتنفس نتفي صغيره الرزات الحلوين قبل ما نحكي على موضوع الرز وشو شرحت لك قبل وشو انت فهمتي مني أوكي. قبل رح نجي نحن نعمل شغله ونضيف المواد على العدس 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 صار جاهز وهي الاكله اسمها حرق اصبع برافو يلا منبلش بلش واحد واحد نص كوب من عصير البوصفير عصير البوصفير دلقني اوكي بنروح نحن على دبس الرمان دبس الرمان هالطريقة كمان الحلوة ها دبس الرمان اوكي هلا عندنا هون طحين مخلوط بمي كريت طحين مخلوط بمي اللي حكينا عنه قبل بشوي هذا بنضيفه بطريقة انه مشان تعقد عنا أكثر وأكثر واو ونحن هون حركنا بهالطريقة كمان الحلوة هلا بتشوفوا كمان كيف بتعقد عنا وشو بدنا نضيف هلا اول شيء هون خلونا يا شيف شادي واو تحمصوا عنا المكسرات حلوين رح نشيلهم خلون شوي صغير يبيض ما كثير تحمرون على الاخر حطيهم هونيك اعملي معروف مشان هلا الفته لكن بالنسبه لحرق اصبعه احبائي وعم نكتب كمان قدامنا بلشنا الوصفات شغلته ابدا مش صعبه اوكي جينا سلقنا من العدس مثل ما حكيت على مهلي قبل بشوي رح احكي على مهلي هلا حكينا سلقنا العدس من بعد ما سلقنا العدس وصار كمان جاهز جينا ضفنا عليه هلا نحن من الطحين مع شوي صغيره من المي المخلوطين مع بعض ضفنا عليه كمان نحن من عصير البصفير عصير البصفير وهلا بننتقل على ودبس الرمان هلا بننتقل على الخبزات اوكي هلا ستي هلا اذا عم تحضرني يعني جدتي رح تقول لي لا ما حضرت عجينه متعودين دائما يكون في عجينه طحين ونجي نقص العجينه ونسلق العجينه بقلب العدسات اوكي طريقه سريعه صرنا نستعمل نحن الخبز اوكي لانه ما عندنا وقت بس افضل اذا عاملين عجينه عاديه يعني طحين ملح مي وشويه زيت بقلبها صار عندي عجينه العجينه برقه بلفها وبقطع ركب بقطع احسبوها عجينه بقطعها بهالطريقه طلعيها ها شفتي كيف قطعها بالطريقة طويلة حتى تبين لأنه الحراق أصبعه بس أنت بدك تيجي تاكلي شو بتاكلي ساعتها؟ تاكلي هالخبزة أو العجين طالعة بقلبه الطويلة وهن بيحبوا يطولوها كثير بيني وبينك يعني أوكي؟ مثل المعكرونة برافو عليك كمان في عالم صاروا هلا مشان يعملوا الحراق أصبعه بيكبوا بقلبها معكرونة طويلة تلياتيلي أو شيء لأنه مشان يسهلوا عنهم الوضع بس آخر شيء عنا الطعم بتختلف نوعا ما بس الشكل يعني حسب نوع الباستا اللي مشتغلها وهلا كمان بناخذ هالخبزات بهالطريقه او العجين اللي عاملينه وبنجي بنحطه بقلب هالعدسات وهيدي اكله ما بدي اقول فقيره لانه ما في اكله فقيره وما في اكله غنيه، الغني بياكل الفقير بياكل اكل الفقير والفقير بياكل اكل الغني، نحن بنعرف هذا الموضوع، بس اكله فقيره بتكاليفها ما بتكلف ما عندنا تكاليف اكل طيب هون خلصنا هذا الموضوع هلا بنرجع له بعد شوي صغير هلا برجع بعيد رح نولع هون
تحت اللبن وشو؟ نشا. برافو، تحت اللبن والنشا. بدي منك هلا انا كمان انتباه هون هذا الموضوع، لانه ممكن يلزق عنا النشا بالكعب. هلا خليني اشيل انا هون عندي هل اللحمه تبع الشاكريه مزبوط؟ مع البصل رح شيله على جنب هيك. اوكي. وراح نجيب مقلي، وهيدي المقلي هلا رح نعمل فيها شو؟ رح هون وعدي. أو شيء هون مش ويلع؟ لا كله ويلع. مش ويلع؟ اوكي يلا ولع. لكن صار عندنا هون هلا الحراق اصبعه عم يغلي. عندنا الرزيت هون كمان انا طفيت تحتهم لو طلعي ها؟ استوى. طلعي الحبه كيف شو حلوه؟ طب استويوا، وشو بدنا نعمل هلا؟ بدي اجي انا طبق عليهم، سكر عليهم. هيك المي اللي بقلبهم المرأة بتشرب او الرز بيشرب المرأة، والحبوب بتلاقيهم عملوا هيك بطريقة كثير حلوة. يلا برافو اللبن. هون شو بدنا نعمل؟ نقل البصل. شايفي البصل؟ برافو عليكي. لكن انا هلا اللي هون رح اجيب انا طنجة الرز لهيدي الميلة، واجي لهون نولع تحتها. بيبقى عندنا ثلاث اشياء يا مدام جمال، شو هن؟ بصل والكزبرة والثوم. بصل وكزبره وثوم، شو بدنا نعمل فيهم؟ بدنا نقليهم ونحطهم فوق حرق اصبع ولا شيء. نو برافو عليكي. شفتي؟ عم حاول اسالك مليار سؤال لانه حتى ما نضيع. وحلو حلو انك تضيعي، ما تعتلها. اوكي لكن نرجع نعيد. لكن نحن عندنا هون الحرق اصبع وفينا نعتبر خلص. خلصت يعني؟ برافو عليكي. يعني هون 99.99% خلصت. اوكي 99.99% خلصت. اوكي بعد عندنا 0.00 مدري شو بالمية. اوكي هون عندنا الرزات خلصوا بس تبع الفتي هون تبع الفتي، وعندنا غرضهم كلهم خالصين. خي مرتاح. عندنا عيون المها خالصين مرتاحين، وعملنا العجينه وخلصنا منها. عندنا كمان هون قمر الدين صار بارد بعد شوي صغير، رح نسكبه بس لازم تكون بارد انت مشان نشربك. اكيد يوم رح نسكبه وهو سخن مع شويه سنوبر عليه من فوق بيكون كتر خير الله كل شيء. اوكي اما بالنسبه لا الشاكريه على اللبن بدنا نحط ثلاث اشياء بعد، شو هني؟ البصل والكزبره والثوم. برافو. يلا جو هون طلع كيف؟ رح احط هون الزيت بهالطريقه هيك، وبجي انا ببلش هيدا الملقى اللي انا عندك ونحط البصل. بصل مفروم بعقد، وبعد شوي صغيره الكزبره والثوم. يعني يا حبيبي اخذنا فكره عن الحراق اصبعه، عم ننهي كمان الطبخه، واخذنا كمان فكره او بلشنا ناخذ هلا فكره كيف عم نطبق نحن هلا الشاكريه او اللبن امه. حطينا اللبن مع النشا، يعني اربع اكواب من اللبن حطينا لهم ملعقتين كبار نشا هيني. وفي عالم بتعرف يحطوا لها بيض، في عالم بيحطوا بيض بيكمش كمان ما بيقعد بقرش 100% بيكمش. في عالم بيحطوا لها هيك من دون اي مشكله. انت بتحطي بيض؟ كيف بتحطي؟ علمينا. على البارد. شو بتعملي؟ اللبن بصفيه اول شيء. نعم يعني بينزل مصفى بالمصفايه. اوكي برجع بحط بيضه بخفون 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 برجع بحطهم على النار. وانا كمان بعملها بعض المرات، فبنعطي الفكرتين حلوين. هلا بس بعدين كيف بتطعميهم؟ انا شغلتي غير بعملها بالشاكريه. قولي خبريني خبريني ما انا عم بسألك. بقلي البصل. نعم وبعمله على المكسر. اوكي وبحطه وهو بجمدها البصل المقلي. اوكي بجمدها. وبس شو بيكون لون البصل بس تفرميه؟ بني. بيعطيها لون بيج. ما بتعرف بيضا بيج؟ ايوه بيج. اوكي انا عم نعملها بلون. اوكي يلا هلا انا هون كمان عندك رح احط كمان الكزبره والتوميت الحلوين. انا بعملها على الطريقه السوريه هاي. مين قال لك؟ اللي عم بقول لك عنها. اوكي تحيه كمان لكل الاهل بسوريا اللي عم يتابعوا. اوكي طلعوا هون، وكمان طلعي كيف عندنا بلشت لك الخبز كيف؟ لك الخبز بلشت هلا شغلت كلها سوا الحرق اصبعه. يا سلام على الجمال. هون الريحه بلشت كمان بهالطريقه كمان الحلوه. حبيت الموضوع. هون الرز صار جاهز. يا سلام. هلا عندي اللي بدي اعمله هون، راح اجي انا فضي هالبصل اللي عندي اللي هو تابع للشاكريه مزبوط. رح اجي انا فضي بوعاء رح احطه هيك، ورح فرجي المشاهدين طلعي شو رح يصير كيف شكل اللحمه والبصل يلي بدنا نحطه كمان على الشاكريه. هيدا اللحمه طلعي كيف. هيدا البصل طلعي رح فضيهم من الطنجره رح شيلهم كلهم سوا. طلعي لحمه الموزات شو حلوه. طلعي البصله انا بحب مثل ما شفتي قبل تضلك كويس. هلا ممكن تفرط هاي فرصه فرطت شوي بس ما على شيء، بس اذا ضلت كويس بنعطي جمال اكثر، يعني بيطلع عنا شغله اهضم بكثير واحلى بكثير. وراح نبلش بعد شوي صغيره كمان انا اسكبها
وراح اعمل هون هيك. يلا يا شيف شادي ندلقهم كلهم سوا هون هيك كلهم كلهم كلهم، وهيك الطنجره بنزيحها من قدامنا بنحط الطبق قدامنا. كيف الوضع عندك؟ يلا ماشي الحال. ماشي الحال؟ حبينا. واو الريحه. وهون كمان ها بلاش كمان نحرك، يا سلام. وهون هلا بنروح نجيب نحن الطبق يلي بدنا نقدم فيه كمان الشيكري، رح نقدمها هون اليوم، شو رأيك؟ نحطها هون، شو رأيك؟ أها. اوكي؟ يلا، هلا اللي بدنا نعمله بننطر شوي، هون كيف؟ رح نزيد لهم شوية زيت، شو رأيك؟ ايه اوكي لكن هلا بسرعة بسرعة عندنا إعادة بدنا نعملها كرمال شو عملنا هون؟ بصل بصل وكزبرة وتوم وتوم، وين بدنا نضيفهم؟ بدنا نزيدهم للشكرية. برافو عليكي، اقتنعنا انه مش لمين؟ مش للفتة. طيب بس انا رح اعمل كمان شغلة حلوة اللي هي بتخلي لي منهم ملعقة بيني وبينك لانهم طيبين، تنحطهم كمان على الحراق اصبعه اوكي بتقوم اقتنع مني اوكي. كل اللي عم يحضرونا هونيك عم يسمعونا بدار العجزة انه فينا نحط نحن من الكزبرة والثوم والبصل كمان للحرق اصبعه، كمان حرق اصبعه بصير اطيب مليون مرة. ياك انا عملي معروف هلا هون بلش هلأ كمان عندي ليك يغلي هلا ضيفيهم. لا خلي لهون بعد شوي بعد شوي وهون بعد شوي، بس هون اللي بدنا نعمل ها طفينا تحتهم خلص معي ولا مش معي؟ طفينا تحت هون اوكي. لك انا عندنا نحن هالخلطة الحلوة يلي لانه نحن وقت ما بنستعمل يا جمال او يا مدام جمال ماشي، وقت لما بنستعمل دهون وقت لما بنستعمل زبده وقت لما بنستعمل سمنه باكلنا بيكون افضل. اي اكيد معي ولا مش معي؟ أكيد. طيب اذا ما استعملنا هول تنعطي نحن يا مدام جمال اكل او طعمه لاكلنا، شو لازم نستعمل بالمقابل؟ بهارات ومطيبات. برافو عليكي. نحن لازم عندنا الاعشاب العطريه مثل كمان عندنا هلا نحن الكزبره، عندنا البقدونس، عندنا النعنع، عندنا الحبق، بنروح على الاوريجانو كشغله كمان يابسه، بنروح على النعنع اليابس، بنروح على البهارات مشان طعم اكلنا. وانتم بنصحكم وبنصح كل الشفية الموجوده كمان عندكم بالجمعيه يشتغلوا على هذا الاساس. اول شيء وحياتك اوفر لانه بعدين لما نحطه على جسمنا هو اغلى بكثير من لما بنحطه على اكلنا، فهون لازم ننطبع على هذا الموضوع تماما تماما. وهون انا بدي منك هلا نضيف هيدي الكميه شفتيها هون، ضيفي لي اياها هون على اللبن اذا بتريدي. يلا جو جو تعطي هم ابدا بعد 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 ميرسي لك. وضيفي لي الكميه الباقيه هون فوق كمان الحراق اصبعه. يا سلام وصلنا هون فينا نقول بسرعة 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 كله اوكي فارس. كنا معويين كمان النار عليهم مشان هيك كمان خلصوا مع نفسنا، لكن صرنا هون صرنا جاهزين. واو بدي منك هلا عيون المها اللي عملتيهم بعدين وين حطيتيهم؟ بالقطر بعده. فينا نشيلهم من القطر ونحطهم حد عيون المها التانيين؟ ايه يلا لكن احنا عم نشيل هلا عيون المها التانيين تنحطهم فوق الاولانيين بهالوقت الثلاث دقائق هيك بنرتاح فيهم من جديد وبنرجع عند الشيف شادي ومع كمان مدام جمال تنخلص وصفتنا لليوم. قولوا لها مدري وين صارت. باي. بايدك 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 الدنيا قطر. واللمسات الأخيرة. واللمسات الأخيرة، حلو برنامج لمسات ها؟ طبعاً ها؟ بس بيوقف شهر رمضان يعني لسه. هو صحيح وقف شهر رمضان بس حلو البرنامج، يعني هو كله حلو البرنامج إلا شغلي وحدي. أنا أكيد. أوكي. طبعاً ميرسي. كيف عرفتي؟ بعرف. مثل ما أنت بتطيق البرازيلية، بعرف. أوكي، أنت كنت عم تتابعي شو عملنا لحد هلا؟ الصراحة لا. طيب، رح نرجع هلا، هلا بوجودك رح نرجع شوي صغيرة. نسكب نبلش نسكب من الاكل، نحن عم نسكب رح نرجع نفهم شوي صغيره شو صار. ماشي دان معي انت؟ انت كمان كنت شوي ضايع وانا يمكن اوكي ركزتي؟ خي اللي ما ركز هلا ببلش يركز معنا، لكن اوكي رح نبلش هون هلا نقدم رز بشعيريه. رز بشعيريه بس مع شو برز بشعيريه؟ تنشوف اذا ضايع مع الشكريه. برافو عليكي مع الشكريه. انا هلا هون رح اخذ الرز بالشعيريه بنحطهم بهالطريقه، فينا نحطهم على جنب واللحمة حدن واللبن فوقهم وفينا كمان نسكب فوقهم، يعني بنسكب بهالطريقة. طلع كيف؟ حط انا الرز بالشعيرية اللي عملناه هون، الشعيرية المقلية بالزيت مش بالزبدة ولا بالسمنة يلي بحب كمان. اوكي الرز اللي بلا غسيل والرز كمان هلا بنحكي عنه. انا جاي بهذا الموضوع بدي نفهم ليش الشيف شادي ما بيغسل الرز وتطلعي كل حبة لوحدها. اوكي وهلا بنشوف كمان الرز البسمتي. يا رولا رولا امك بتغسل الرز؟
لا ما بتغسل من بعد ما قلت انت على الهواء كنت من قبل تغسل. عن جد؟ ايه عم تحكي جد ولا عم بيض؟ لا عن جد والله. اوكي؟ عم تسمعك ها؟ اوكي وعم ينجح معي لان انت عم تاكلي من ايديا وعم ينجح معها هيك وعم يطلع معها اوكي؟ طيب بيرفكت لانه هيدي الشغله كمان كثير مهمه. هلا شو بنعمل هون؟ بهاللحظه بنجي نحن هون من فوق الرزات بنشيل لكن نحن هل بصل. هلا شو اسمه بصل؟ هلا كمان كان عم يقول لي معنا اللي كمان المصور اللي عم صورنا هونيك ها رح طلعنا هلا معه سبع اعين انه كمان بيعملوا المعقوده البصلات اللي بيفرموه ناعم ناعم بيعملوه لانه في طرق كثير لهذا الموضوع وهي طريقه من الطرق طلع كيف نحن بنحط اللحمه مع البصلات بهالطريقه. هلا فهموا المشاهدين بلاش يفهموا بس بلاش نقدم كيف حضرنا كل شغله مع بعض طلع اللحمه بطريقه كمان حلوه. واو طلع كيف رولا معي ولا مش معي انت؟ معك معي؟ طلعي كيف صرنا بهالصحن الرمضاني يلي كتير طيب. طلعوا هون كيف؟ هلا اللبن صار عنا جاهز، شو حطينا باللبن؟ كزبرة وثوم وبصل مقلي. كزبرة وثوم وبصل مقلي وقبل بصل. قبل بس مع اللبن حطينا شو؟ مع اللبن نشا نشا وحطينا كمان ملح هون اكيد 100%. انا ما بذكر الملح لانه شيء طبيعي شيء طبيعي ابره لوحدك ما تذكر. طلعوا هون شو رح يصير؟ طلعوا كيف؟ بيصير عنا منقدم هالشكريه بهالطريقه كمان الحلوه مع هاللبن المغلي مع النشا وفي كمان شغله وبنعملها كمان كتير انه فيكي انت تدوبي النشا على البارد وبس يغلي اللبن تحطيه بقلبه بس هون في عنا شغله ممكن يقرش معنا اللبن مش مزبوط هالطريقه شوي صغيره بطيئه لانه بدك تضلك تحركيها اما هيدي احسن لانه تطلع معك اجمل اوكي اللبن بيطلع كامش على بعضه بطريقه كمان مزبوطه واللبن على الحالتين بده حرك على طول مشان ما يلطع برافو عليك هون كمان وهيدي كمان جينا لهون عملناها بهالطريقه وراح اجي زين هالطبق الحلو اوكي بهالطريقه بالبقدونسات الحلوين وهون انا بعتبر حالي صرنا بالشاكريه شاكرين شاكرين وصلت لك وصل لك كيف عملنا الصحن مزبوط لوين بنروح هلا على رز على الدجاج فتت اوكي قصدي رز على الدجاج مع الفتة فتة رز على الدجاج برافو مين ضايع طلعت انا ضايع يلا اوكي امسكي هون اذا بتريدي هيك بهالطريقه رح نجي نقدم انا بجي بنعمل طلعي كيف نعمل الرزات بنحطهم بهالطريقه رح نعملها هلا نحن كذا شغله الرز كيف عملناه نحن هون قلينا اللحمه نعم وحطينا الرز حطينا رز بسمتي قليناه معها منيح اوكي وتركناه بس هلا عزناه حطينا له مرقه الدجاج اوكي ونشف طيب اللي راح يصير هلا ليكي شو راح يصير راح نجيب نحن ملح وبهارك برافو عليكي راح نكسر نحن الخبز طوقهم بهالطريقه طلعي كمان هون طلع كمان هالخبز هيدا هيك وطلعوا كمان كيف عم بيجي اعمل تركيبتها كلها فوق بعضها اوكي طلعوا رح ناخذ شوي صغيره اوكي من المي تبع الدجاج طلعوا المي تبع الدجاج بنحط عليهم تاك كمان هل شو اسمه هل الخبزات يتشربوا من ميه الدجاج هلا العالم بتقول حط لبن مع اللبن رح نحطه بس ميه الدجاج كثير طيب بتعطينا كمان طعمه كثير حلوه بنحط كمان اللبن طلعوا كيف بهالطريقه واللبن مخلوط مع شو يا مدام جمال تفضل كبيتين لبن مع ملعقتين طحينه نعم. وملح ثوم مدقوق بملح برافو عليكي الثوم دقيناه مع الملحات وجينا وهلا هون ليكي ليكي الدجاج دجاج كمان مسلوق طلعي كمان دجاج المسلوق اللي بعده كمان سخن بهالطريقه الحلوه هيك وبنرجع بنكفي لبن؟ لا رز فهمت علي كيف الموضوع؟ ليكي هون كيف عم نجي بنرجع طبق ثاني طبق ثاني يعني هلا صار كله مشرب بهالطريقه اوكي؟ كثير صحن رمضاني بامتياز بتطلعي كمان الرز حبه حبه وكمان كيف مسلوق وكمان هاللحمات الحلوين بهالطريقه الحلوه واخر شيء هلا اكيد ما المطبخ حبنا ما تعرفوا هم اوكي عم نشتغل كمان دايما طلع ها ها وكمان هلا يا شيف شادي هون بدك تعملوا هو نفس الشيء اللي عملناه قبل فينا نرجع نحط شقف الدجاج طلعي شو حلوين هالشقف الحلوين هالميات الموجودين نحن عنا بعدهم هون بنخليهم لانه اللي بدي اعمله هلا هو بنجيب الخبزات اللي عندنا نعم بنيجي بنكسر هيك الخبز اللي عندنا طلع كيف بتعرفي ها خبز بهالطريقه وبنحط كمان الميات عليهم من فوق طلعوا شو عم يصير هودو المي مع كمان هالشقف الدجاج بنزيح خلينا نطفي هون كمان النار بنزيح كل شيء على جنب وبنروح على اللبن طلع كيف اللبن اللبن طلعي ها
رولا كيف؟ تمام. حبيت هذا الموضوع؟ لذيذة. اللبن كمان جديدة. هون هيدا أطيب فتة ممكن تدوقوها بشهر رمضان وكمان خارج شهر رمضان. هيدي بتنحط حتى لبن كمان. واو، فيك تحط اللي بدك اياه. وهون عندنا هالمكسرات الحلوين بهالطريقة الحلوة، وبنكون عملنا دخلنا طبقين ببعضهم على طريقة الشيف شادي اللي هن الرز عجيج مع الفتة ومع الخبز كمان المحمص، وبحطهم هون هيك بهالطريقة. وبيجي هلا منجيب ومننظف قدامنا. تعتلو هام، تعتلو هام، هذا كله سوا تنظف بهالطريقة هيك، ويلا كله 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 سوا. وهون جينا زبطنا هالصحن بهالطريقة. شو بقي عنا؟ مسكوا بالحرق اصبع. برافو. بس قبل شوي صغيره قلت لك شغله الحرق اصبع، وشو كانت؟ قلت لي بعد في 0.01 من المكونات. ايه اللي هي يعني هي كرمال شو؟ شو بقى؟ ايه؟ شو بتقولوا انتو؟ انا بقول شو بتقولوا انتو؟ يا الحرق اصبعه مع شو بعد ناقصه شغله وحده؟ انا بقول حامض. والله مش عم زعبر، ما حدا عم اوكي. حسيت بدها حامض. برافو عليك، لك هالعصره الحامض الحلوه بالاخر هيك من دون ما تغلي مع الحامضات، لانه بدها تكون طعمي حامضه. ونحن كمان زبطنا لها الملح والبهار وكل شيء. واذا بتريدي بتجيبي لها الصحن اللي هون تنسكب كمان هلا الطبق اللي بيعقد. اوكي. بتعرف كيف بدي اسكبه؟ بدي اسكبه دلق. شو رايك؟ ناخذ هيك النظره، طلعي بس تعرفي ليه؟ لانه بدي فرجيهم كيف معقده. اوكي طلعوا، لانه ها طلعوا كيف؟ طلعوا كيف عندنا اياها دلق مع هالخبزات الحلوين. طلعي طلعي هون، ونحن هون هون. وهلا هيدي شغله من الشيف شادي، هلا زيح من زيت الزيتون عليها. كيف الوضع؟ تمام ماشي حالنا؟ يا لكن احنا هون كمان هلا فهمنا هذا الموضوع، ويلا يا شيف شادي هون، وبنرجع بنحط. صار عندنا الحراق اصبعه، بدنا نذكر بعيون المها. عيون المها العجين اللي عملناها نعم 150 جرام زبده. 150 جرام زبده. كبايتين طحين ولا كبايه ونص؟ 150 جرام من الزبده مع كبايه ونص من الطحين. كبايه ونص من الطحين، ملعقه سكر ناعم، سكر بودره ملعقه وحده، ملعقه نعم. صغيره بيكنج باودر نعم. رشه فانيليا نعم، وحطيناهم بالمكسر. برافو. بيضتين والبيضتين. برافو عليكي. هودي عملوا عجينه، هالعجينه شو عملنا فيها؟ عملناها تركناها 10 دقائق لترتاح ربع ساعه شوي. يعني وبلشنا نعملها ورجعنا نعملها وغطيناها بالقطر وحطيناها بالفرن وبعدها غطيناها. وقمر الدين شو عملنا فيه؟ قمر الدين لوحده. طيب رولا ليكي نقعناه، هذه صرت حافظتها. برافو عليكي، ان شاء الله مثل ما انتم حفظتوا يكونوا حفظوا كمان المشاهدين. ليكوا شو انا عم حط لكم قمر الدين، شفتوا كيف؟ ما في ولا شقفه بقلبه، يعني ما حتى ما في ضروره نجي لا نجيب شاشه ولا نجيب كذا. طلعي انا عم بسكبه كمان على مهلي حتى نشوف كل المراحل. طلع كيف؟ هون صار عندنا نحن كبيتين، ونحن ثلاثة رح نحط الثالث كمان كباية. طلعوا كمان كباية قمر الدين اللي هو هين. حطينا ثلاث شرائح من قمر الدين مع ست أكواب من المي مع نص كوب من السكر غليناهم. بعد ما غليناهم ودابوا حطينا ساعتها من مي الزهرة عليهم، وصاروا عندنا اياهم جاهزين هيك. وبعتقد رولا هلا مبسوطة مكيفة. زري ليش؟ ليه بدك تحط صنوبر؟ لك لا يا صنوبر، هي فرقانة مع صنوبر. هي ما فرقانه مع الصنوبر ولا شايفه الصنوبر، هي شايفه لون اصفر قدامها. طلع لون اصفر قدامها واول لون المنتخب البرازيلي، وليك انه انا جايب لها هيك مبسوطه انه انا اليوم مش بارادته. غلط اشتراه ومش عارف انه هو برازيلي. انا بعتقد نحن انا رح اجيب الصحن هون تبع كمان هالشكريه، رح نحط هيك. طلعي هالوليمه الحلوه. شو بتقولوا؟ اعطونا عيني. من عاد عليك. قد ايه قد ايه كيف بتقولوا وشو بتقولوا عن هذا اللي عملناه نحن اليوم؟ يعني سفرة روعة. طلع هون عملوا هون، هذا هون البقدونسي هيك، هذا كمان هون حطينا من القرفة، وهون كمان من القرفة بهالطريقة كمان. يعني بدنا نعتذر من مشاهدينا يلي صايمين وعم يحضروا. نعتذر منك، نعتذر من جميع المصورين اللي معنا، من كل الاشخاص اكيد، بس انه انا بعتقد اعطينا افكار. بس انتبهي هون تعلمنا الرز، تعلمنا صحيح. كيف نعمل المكسرات، كيف كمان يعني نشوي كمان الخبز ما بنقليه، يعني اخذنا هالافكار كلها، كيف نعمل الرز مع اللحمه، كيف نعمل خلطه لبن. تصوري كل طبق
قديش بيحتوي على مكونات؟ سواء عندك اللحمه، سل اللحمه، سل البصل، عندك رز بالشعيريه، عندك اللبن بعدين، صح. اوكي، عندك كمان هون عيون المها اللي هي كمان مراحل عديده مع القطر وغيرها، عندك كمان قمر الدين، شغله كمان مش هينه واحد يعملها بالبيت ومش سهله، ووصلنا كمان المعلومه وكمان رحنا على الحراق اصبعه اللي هو من سل العدس الى بعدين. هلا اخر شغله ما بقى عندنا كثير وقت نحن، اللي بدي اقوله انه تفضلي شيف شادي شو قال لك؟ شو قال لك بموضوع الرز؟ يلا موضوع الرز جو. موضوع الرز بحكي نعم. القصه ولا دغري الخلاصه؟ بدي احكي القصه معك القصه نعم. انه انا شفت الشيف شادي عم بحط الرز دغري بقلب الطنجره ف صعقت وش بدي اقول لك انصدمت. يا شيف كيف هيك؟ قال لي ليه انت شو بتعملي؟ قلت انا بغسله وبنقعه وبغير زوم ورا زوم وبغنجو الزوم ابيض يعني بلا لون. هذا اللون الابيض صح. اللي بيطلع وين بيروح؟ بالمجلة اكيد بيروح ينكب. اوكي فقال لي هو انه مش حاول شقلت على مين؟ لكني خلط تعصيب منه عرفت.